السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح الاحتفال بأول عيد للقضاء المصري بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية. وخلال الاحتفال تم تكريم عدد من أسماء شهداء السلطة القضائية، وفي مقدمتهم النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات. ندعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكريم أسماء شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذين قضوا في العمليات الإرهابية. أولاً وشاح النيل لاسم الشهيد المستشار هشام محمد زكي بركات النائب العام، يتسلمه نجله السيد المستشار محمد هشام بركات ونجلتاه السيدة المستشارة مروة هشام بركات والسيدة دعاء هشام بركات. ثانياً وسام الجمهورية من الطبقة الثانية لاسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات وكيل مجلس الدولة، يتسلمه السيد المستشار طه محمد عبدو كرسوع. ثالثاً وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية لاسم الشهيد المستشار محمد مروان عبد الله عرفة رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، يتسلمه زوجته الدكتورة غادة عبد الله عباس. رابعاً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة اسم الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان القاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، يتسلمه والده السيد مصطفى محمد عثمان. خامساً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة اسم الشهيد المستشار مجدي محمد رفيق مصطفى مبروك القاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، يتسلم السيد المستشار شريف فاروق حامد الضيسطي. سادساً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة اسم الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية، يتسلمه والده السيد الأستاذ الدكتور مصطفى حسني مصطفى.